السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. النهاردة ان شاء الله جايب لكم افضل واصدق موقع لربح المال من استطلاعات الرأي. الموقع ده شباب انا كسبت منه اكتر من 95 دولار، وحوريكم الاثبات قبل ما ابدأ الفيديو عشان تكمل معايا الفيديو للنهاية وقلبك مطمن ان الموقع ده صادق وهتبدأ تشتغل عليه بدون اي مشاكل. مبدئيا ده الموقع، طبعا دي السحوبات اللي انا سحبتها من الموقع، وده رصيدي في الموقع حاليا. هعمل كده ريفرش بس عشان الناس اللي بتشكك في المصداقية، هعمل ريفرش اهوت، تم اعادة تحميل الصفحة. هنبدأ بقى نشوف الدفعات بتاعتي مع بعض، هنطلع كده الآلة الحاسبة اهيت. طبعا هنروح لحسابي على البيبال كمان شوية وحوريكو الدفعات. تمام، طبعا اول حاجة انا سحبتها المبلغ ده، وده اخر مبلغ انا سحبته. طبعا اللي عليه علامة حمراء ده كنت حطيت ايميل البيبال غلط، وبدأت اللي انا احذف الدفعة ورجعت لي حسابي مرة تانية. تمام، فهبدأ اجمع كل الارصدة ديت من اول دولار فاصل 34 سنت لحد 16 دولار فاصل 20 سنت، وهنشوف هيطلع لي كام. وزي ما حضراتكم شايفين ده اخر مبلغ انا كتبته اهوت. تمام، اللي هو 16 فاصل 20 سنت. هنبدأ بقى نضغط زائد ونكتب رصيد الحساب. انا معايا 16 دولار فاصل 65 سنت، فهكتب هنا 16 فاصل 65 سنت. هنضغط بقى يساوي، هنشوف هيطلع لي كام. زي ما حضراتكم شايفين المبلغ الكلي 95 دولار فاصل 99 سنت، يعني حوالي 96 دولار. تمام، فدي يا شباب ارباحي من الموقع ده، فبصراحة موقع ممتاز جدا، فحبيت ان انا ما احتكرش معاكم المعلومة وابدأ اشارك معاكم الموقع ده. وطبعا ده حسابي على البيبال. طبعا دي الدفعة الاولى اللي هي ب1 دولار فاصل 34 سنت، ودي الدفعة التانية اللي هي ب1 دولار فاصل 60 سنت، واهيت زي ما حضراتكم شايفين. دي اول دفعتين اهوت نفس الارقام زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا هنعمل اعادة تحميل للصفحة على حسابي في البيبال عشان برضك الناس اللي بتشكك في المصداقية. دي الدفعة الاولى اهيت، ثواني بتحمل، ودي الدفعة التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، فبكده يكون الدفعتين قدامكم اهوت، وده طبعا الاسم اللي بيبعت منه الموقع، وطبعا يا شباب ده الايميل اللي الموقع بيدفع من خلاله اهوت زي ما حضراتكم شايفين. تمام، فبكده نكون اثبتنا مصداقية الموقع. هنبدأ بقى نشرح الموقع بالكامل، بس يا ريت لو انت مش مشترك معنا في القناة ابدأ اشترك معنا في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. طبعا احنا هنبدأ نشرح الموقع، وكمان واحنا بنشرح الموقع هنبدأ نسحب من الموقع. تمام، هبدأ بس اعمل لوج اوت كده عشان ابدأ اعرفكم طريقة التسجيل في الموقع. طبعا انت هتلاقي رابط الموقع موجود في وصف الفيديو، اول ما تضغط على الرابط هيبدأ يحولك للموقع، وهتلاقي الواجهة ديت قدامك. فكل اللي عليك انك هتضغط هنا على كلمة ريجستر او التسجيل، هيبدأ يحولك للصفحة دي. طبعا هتعلم هنا على المربعين دولت سياسات واتفاقيات الموقع، هتقول له اللي انت موافق على سياسات واتفاقيات الموقع، وطبعا هتحط هنا الايميل الخاص بيك، وهنا تحط الباسورد الخاص بيك، وتضغط على كلمة ريجستر، وانت كده عملت حساب في الموقع. طبعا لو بعت لك رسالة على البريد الالكتروني هتلاقي فيها رابط، ابدأ اضغط على الرابط ده عشان يبدأ يفعل لك حسابك في الموقع. تمام، طبعا عندنا كمان طريقة تانية هنا للتسجيل، وهي عن طريق حسابك في الفيسبوك. بتضغط هنا على الايقونة ديت ريجستر، وبيبدأ يحولك لصفحتك على الفيسبوك، بتضغط موافق، وبيبدأ يسجل معك في الموقع عن طريق حسابك في الفيسبوك. تمام، طبعا انا سجلت في الموقع، فهبدأ احط هنا الايميل الخاص بيا، وابدأ احط هنا الباسورد، واضغط على لوجن، ومباشرة هيبدأ يدخلني لحسابي في الموقع زي ما حضراتكم شايفين كده. هننتظر بس بعض الثواني لحد ما النت يحمل معانا. زي ما حضراتكم شايفين يا شباب هنا دخلني اهوت لحسابي في الموقع. طبعا واجهة الموقع سهلة وبسيطة جدا جدا،
هنا الموقع بيبدأ يبعت لك استطلاعات يوميا بتلاقيها في المربع ده، او لو ضغطت على الايقونة الاولى ديت هتبدأ تضغط عليها بالشكل ده، تمام. طبعا تدخل عليها كل يوم هتلاقي استطلاعات هنا. طبعا انا جالي استطلاع النهاردة كان تمنه $1.50، بدأت اللي انا اجاوب على الاستطلاع وبدأ يضيف لي الرصيد هنا، تمام. فيوميا يا شباب الموقع بيبعت لك استطلاعات هنا. طبعا لو انت اول يوم تسجل وما لقيتش استطلاعات ما تجلكش خالص، ابدأ خش كل يوم وان شاء الله هتبدأ تلاقي استطلاعات، تمام. فديت الطريقة الاولى للربح من الموقع. طبعا عندك كمان طريقة للربح من الموقع غير الاستطلاعات، تمام. هي ايه الطريقة ديت؟ هي الريفرال او دعوة الاصدقاء. هتبدأ تضغط هنا ريفرال، تمام. هنا طبعا دي صفحة الريفرال وده رابط الريفرال، بتبدأ اللي انت تنسخ الرابط ده وتبدأ تشاركه مع اصدقائك على الفيسبوك او الواتساب او اي مكان في مواقع السوشيال ميديا. المهم اللي انت تشارك الرابط ده مع اصدقائك، واول ما صديقك يبدأ يسجل من خلال الرابط ده بيبدأ الموقع يديه 15% يعني كهدية من ربح صديقك ده. طبعا صديقك ما بتخصمش منه اي ارباح، لا الموقع بيبدأ يديها لك انت كهدية، تمام. وطبعا لو صديقك اللي انت دعيته ده من امريكا بيبدأ الموقع كمان يديك $3 عن كل واحد يسجل من خلالك، ولكن الشرط الوحيد عشان تاخد $3 ديت لازم صديقك يكون من امريكا، تمام. اما لو صديقك من دولة تانية غير امريكا بتبدأ اللي انت تاخد 15% من الارباح، ودي حاجة ممتازة جدا بصراحة، تمام. فبكده نكون عرفنا طريقة الربح من الموقع. طبعا زي ما قلنا اول حاجة اللي هي الاستطلاعات، طبعا بتبدأ اللي انت تجاوب على الاستطلاعات، واقل استطلاع بيكون بحوالي $1.50، تمام. واعلى استطلاع بيعدي $3. وزي ما قلت لكم الموقع بيبعت لك استطلاعات يوميا، وممكن يعني يكون في يوم ما يبعت لكش، فما فيش مشكلة، ممكن يبعت لك يوم ويوم لا، تمام. فالمهم ان الموقع بيبعت استطلاعات باستمرار، تمام. وطبعا عندنا اختيار مهم هنا وهو السبورت، لو ضغطنا عليه كده ده شباب الدعم الخاص بالموقع. طبعا انا كان عندي مشكلة في السحب وبدأت اللي انا اراسل الموقع، فبصراحة موقع ممتاز جدا، بيبدأوا اللي هم يردوا عليك في غضون 48 ساعة، تمام. في اقل من 48 ساعة بيكونوا ردين عليك وبيبدأوا يحلوا لك المشكلة دي. طبعا عشان تراسل الموقع بتبدأ اللي انت تضغط هنا على كلمة نيو تيكت وتبدأ تحط الرسالة الخاصة بيك، وهم هيبدأوا يجاوبوك على الرسالة دي، او طبعا ممكن تراسلهم عن طريق صفحتهم على الفيسبوك، هي هتضغط عليها بالشكل ده هيبدأ يوديك على صفحتهم على الفيسبوك زي ما حضراتكم شايفين. انا راسلتهم قبل كده على الصفحة بتاعتهم ويردوا عليا. هنيجي كده نشوف الرسائل زي ما حضراتكم شايفين، دي كانت الرسالة بتاعتي، وبدأوا اللي هم يقدموا لي حل للمشكلة اللي كانت عندي عن طريق صفحتهم على الفيسبوك، تمام. فهنبدأ بقى نرجع للموقع مرة تانية. طبعا كده عرفنا ان خاصية الدعم ديت لو واجهك اي مشكلة بتبدأ اللي انت ترسلهم عشان تحل المشكلة دي، تمام. هنيجي بقى لاخر حاجة في شرح النهاردة وهي طريقة السحب من الموقع. عشان تسحب من الموقع هتضغط هنا على كلمة withdraw في الاعلى، او تضغط على ايقونة withdraw هنا، هتبدأ اللي انت تضغط عليها بالشكل ده. طبعا اقل حد للسحب من الموقع ده هو $1 فقط، تمام. يعني لو معاك $1 في الموقع هتبدأ اللي انت تسحب بدون اي مشاكل. طبعا في وسيلتين دي السحب، الوسيلة الاولى اللي هي الشيك، والوسيلة التانية اللي هي الباي بال. فاحنا طبعا كعرب هنبدأ نستخدم الباي بال، بيكون افضل، تمام. فدلوقتي عشان تسحب من الموقع كل اللي عليك انك هتحط هنا المبلغ اللي انت عاوز تسحبه، وليكن مثلا انا عندي $16.50، فمثلا هقول له اللي انا عاوز اسحب $16.50 بالشكل ده، وهنا تبدأ اللي انت تضيف ايميلك على الباي بال. زي ما حضراتكم شايفين انا ضفت ايميلي على الباي بال، وكمان ضفت المبلغ اللي انا عاوز اسحبه. فدلوقتي هبدأ اضغط على كلمة withdraw بالشكل ده، وهنتظر بعض الثواني هيقول لي ان هو خلاص تم السحب. هنا الرصيد بتاعي بقى 15 سنت اهوت. طبعا لو جيت اضغط على الايقونه دي بالشكل ده هبدأ الاقي ان الدفعه بتاعتي اهي يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين بيقول لي بيندنج، يعني الدفعه قيد المراجعه.
فهتبدأ اللي انت تنتظر من يومين لثلاث ايام، وهتبدأ اللي انت تلاقي ان المبلغ ده وصل لحسابك على البيبال كامل، طبعا ما بياخدوش اي اقتطاعات، فهتلاقي ان المبلغ وصل كامل لحسابك على البيبال بعد يومين او ثلاث ايام بالظبط. تمام، فبس شباب ده كان موقع النهارده، حبيت ان انا اشاركه معاكم وما كنتش بحتكر المعلومه عشان الكل يستفاد. لو عجبك بقى الشرح ده ما تنساش تشاركه مع كل اصدقائك عشان الكل يستفاد، وما تنساش طبعا تشترك معانا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان نشوف كام واحد عجبه الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.